فللرجال ما لهم وللنساء ما لهن، وللرجال ما لهم ما عليهم وللنساء ما عليهن، فهم متساوون. ولكن دعونا نقرأ هذه الآية التي تحكي قصة امرأة عمران عندما حملت بمريم البتول عليها السلام. في سورة آل عمران يروي لنا الله سبحانه وتعالى هذه القصة فيقول: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا تقول وليس الذكر كالأنثى، عبارة أقرها القرآن. إذن هل يعقل أن يكون هناك تضارب بين آيات القرآن التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة وبين هذه الآية التي تقول بكل صراحة وبصريح العبارة وليس الذكر كالأنثى؟ طبعا لا يمكن أن يكون هناك، لا يمكن أن يكون هناك يعني تعارض في القرآن الكريم. ما معنى إذن وليس الذكر كالأنثى؟ دعونا نرجع إلى العلم الحديث، نرى أن هناك بعض الفروقات الأساسية بين الرجال والنساء. فننظر مثلا إلى العلاقات الإنسانية، تميل النساء عادة إلى التركيز على كيفية إيجاد حل يناسب المجموعة بشكل أكبر، والتحدث من خلال القضايا واستخدام الإشارات غير اللفظية، يعني لغة الجسد أو النبرة أو العاطفة. بينما الرجال يكون تركيزهم أكثر في العلاقات على المهام وتأدية المهام أكثر من تركيزهم على علاقاتهم وروح الفريق وروح المجموعة، ويكونون عادة أقل حديثا وأكثر عزلة. فالمرأة تفضل العلاقات والجمع، والرجال يركزون أكثر على العزلة في الغالب. اثنين، يحتوي دم المرأة على كمية أكبر من الماء، يعني هناك خلايا حمراء أقل بنسبة 20% تقريبا، لذا فهي تصاب بالإنهاك والتعب غالبا وتكون أكثر عرضة للإغماء من الرجل. وفي المصانع البريطانية بعد الحرب العالمية وفي أثناء ظروف الحرب العالمية عندما جند الكثير من الرجال وتوفي يعني 55 مليون بعد الحرب العالمية الثانية، قل عدد العاملين في المصانع فوظفوا النساء. وفي ظل هذا التوظيف لم يكن الأداء مرضيا، فزادوا عدد الساعات من 10 ساعات عمل في اليوم إلى 12 ساعة. زادت الحوادث، حوادث الإغماء بين النساء بنسبة 150%، بينما معدل الحوادث الإغماء عند الرجال لم يرتفع بشكل ملحوظ. ثالثا، إحساس الألم أو الإحساس بالألم عند الرجال والنساء يشعرون بالألم بشكل مختلف. ففي الدراسات أظهرت أن المرأة تحتاج إلى مزيد من المورفين وهو أنواع المهدئات أكثر من الرجال للوصول إلى نفس المستوى من تخفيف الألم، والنساء أكثر عرضة للتعبير عن آلامهن والبحث عن علاج لآلامهن أكثر من الرجال. رابعاً، للنساء ثلاث وظائف فسيولوجية مهمة للغاية غائبة تماماً عند الرجال، فالحيض والحمل والرضاعة. تؤثر كل هذه على سلوكيات المرأة وعلى مشاعرها بشكل كبير، فأنماط الهرمونات الأنثوية أكثر تعقيداً وتنوعاً من تلك الموجودة في الرجل. هذه بعض الفروقات. من الفروقات أيضاً في دماغ الرجل والمرأة، يعني عقل المرأة ودماغ المرأة أكثر تعقيداً من دماغ الرجل، ففيه الكثير من الروابط بين الأعصاب العصبية أكثر من الرجل. والمرأة كذلك تستخدم كل شقي دماغها أكثر من الرجل،
بالرغم من أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة ب 11 إلى 12%، هذا لا يعني بحال من الأحوال أن الرجال أذكى من النساء، ولكن كون أن هناك جزء كبير من الدماغ هو الذي المعني بإرسال الإشارات للجسد لتحريك الجسد، فالرجل نسبة العضلات لديه أكبر وحجم جسمه أكبر، فهو بحاجة إلى مساحة أكبر من الدماغ، وهكذا يقول المختصون. من ضمن الفروقات أيضا أن هناك فروقات كبيرة جدا في يعني أجزاء معينة للرجل والمرأة في الدماغ، من حيث ارتباط الجوانب الحسية والعاطفية، ومن خلال بعض الأجزاء في الدماغ التي لن ندخل في ذكرها بشكل تفصيلي أكثر، ولكن يمكن مراجعتها مع يعني في المجلات المختصة أو بعض المقالات المختصة. كل ما أردناه هو أن نشير إشارة إلى بعض الفروقات الموجودة، وهذا هو معنى قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن جنسا هو أفضل من جنس آخر بتاتا، وإنما هو إشارة إلى الفروقات التي يجب أن يعيها الإنسان. عندما ذكر الله سبحانه المساواة وذكر الأوامر والواجبات، ذكر المسلمين والمسلمات فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى كذلك يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى للرجل حقا أكثر من المرأة أو واجبا أكثر من المرأة، وإنما هم متساوون أمام الله سبحانه وتعالى في حقوقهم وفي واجباتهم. وهذه خلاصة ما ذكرنا، أن الرجال والنساء متساوون أمام الله. الاختلاف، هناك اختلاف نفسي واختلاف فسيولوجي، وهناك لدى الرجال والنساء نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة. رابعا، لا تتحقق المساواة في الحقوق يعني المساواة بين الرجل والمرأة إلا من خلال تقدير الاختلافات والتشابهات بينهما، فلا يمكن أن نعطي الرجال مسؤوليات تليق بالنساء أو العكس. يتم توزيع الواجبات والأدوار والمسؤوليات وفقا لما تم تجهيزه به. ليس من العدل أن يكون لديك نفس التوقعات من الرجال والنساء بسبب اختلافهم الكبير، وهذا واضح حتى اليوم في المجتمعات العالمية كلها، فنجد أن مسابقات الرياضة للرجال تختلف عن مسابقات الرياضة للنساء، ولا يسمح باختلاط الرجال والنساء في المسابقات، ولا يسمح بدخول حتى المتحولين جنسيا في دخول المسابقات. نقول متحولين جنسيا، نحن نقول أولئك الذين يحق لهم ذلك، وهناك من ولدوا بأكثر يعني يعني تصنيف جسدي معقد أو فينبغي دخولهم إلى عمليات لتحديد جنسهم الذي سيعيشون به، وهو جائز شرعا. فحتى هؤلاء يعني يمارس حولهم نوع من يعني التحفظ في دخولهم في المسابقات. فإذا معاملة الجنس عن الآخر معاملة مختلفة موجودة ومطبقة، ليس فقط في المجتمعات المسلمة وإنما عالميا هو موجود، لأنه موافق للعلم والمنطق.